من نظم مطلع الإمام الخاشع برأي المدني نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع كلام الناظم فيما يتعلق بالياءات الزوائد في القرآن الكريم. والناظم قسمها إلى ثلاث فيما يخص قراءة نافع. فالقسم الأول فيما اتفق فيه ورش وقالون على زيادتها، وهي 18 ياء. والقسم الثاني فيما زاده ورش دون قالون، وهما ياءان فقط. القسم الثالث فيما زاده ورش دون قالون، وهي 29 ياء. فانتهينا إلى ما وافق ورش قالون على زيادتها، وآخرهن في قوله: وأحرف ثلاثة في الفاجر، أكرمني أهانني ويسري. هذا آخر ما اتفق فيه ورش وقالون على زيادتها. وكما ذكرنا زيادتها في الوصل فقط، ولكن إذا وقف ورش وقالون فيحذفون هذه الياءات كلها، يحذفون هذه الياءات كلها، إنما إثباتها في الوصل إذا وصلها ولم يقف عليها. فانتهينا كما ذكرنا إلى آخر ما اتفق فيه ورش وقالون، وهي ثلاث ياءات في الفجر: الأولى أكرمني، والثانية أهانني، والثالثة يسري. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم النظيم سيشرع لنا فيما زاده قالون دون ورش، وكما ذكرنا هما ياءان فقط، يعني قالون فرض عن ورش بياءين فقط في القرآن الكريم كله. فقال رحمه الله: وزاد قالون له إن تارني والتابعون أهدكم في المؤمنين. قال: وزاد قالون له إن تارني. زاد قالون عن نافع الياء في قوله تعالى: إن تارني أنا أقل منك مالا وولدا.
وهي واحدة في القرآن في سورة الكهف ولا ثانية لها. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ترني من الرؤيا، وأصلها ترى، ترى، فإذا اتصلت بياء المتكلم تراني. النون نون ليس من أصل الكلمة، إنما النون للوقاية، لأن الكلمة هي ترى، ترى يرى، ترى يرى. لاحظنا أن ترى ويرى لا نون فيها. رأى، ترى، رأى إلى غير ذلك لا نون فيها. فالنون ليس من أصل الكلمة، إنما هو زائد من الزوائد. وكما ذكرنا زيدا لأن الفعل اتصلت بياء المتكلم وهي الياء تراني، وياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا. ياء المتكلم لا يكون ما قبلها أي قبلها إلا مكسورا، وهي تكون مضافة، يعني فيما يخص يعني الاسم أو الفعل تكون مفعولا في محل نصب المفعول، ولكن على أي حال هي لا يليها، لا تلي إلا الحرف المكسور. فالذي زادها قالون يعني من الياء ترى في قوله تعالى تراني أنا هي ياء المتكلم، يعني صاحب المؤمن يقول لصاحبه الذي كفر بالله وجحد به إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، لما كان يفتخر عليه صاحبه بكثرة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إلى غير ذلك، فقال المؤمن إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فالياء ياء المتكلم تراني، أي تراني أنا، تراني أي أنا أقل منك مالا. فحذفها ورش، يعني هذه الياء المضافة حذفها ورش، فقرأ إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، تراني أنا أقل منك مالا وولدا. فذهبت ياء المتكلم، ياء الإضافة للمتكلم ذهبت، وياء الإضافة يعني لا تحذف، ياء الإضافة لا تحذف لأنها دالة على المتكلم إني، يعني هكذا ياء الإضافة لا تحذف. ولكن لماذا ورش حذفها؟ الأول يعني من أسباب، يعني الأسباب التي جعل ورش يحذفها، الأول منها أنها لم ترسم في المصحف، أي أنها لم ترسم في المصحف، فالمصحف رسمت فيه النون فقط دون الياء. الثاني أنه اكتفى بالكسرة، الكسرة التي على النون، اكتفى ورش بالكسرة التي على النون أي نون الوقاية، فاكتفى بهذه الكسرة. والاكتفاء بالكسرة يعني ينوب، الاكتفاء بالكسرة ينوب عن الياء، عن الياء. في الكثير من الكلمات قد تكون الكلمة يعني منونة أو مكسورة فتنوب عنها، يعني الكسرة تنوب عن الياء، مثل يا قومي، يا قومي، ويا قومي مالي أدعوكم، أصلها قومي بياء الإضافة، فحذفت ياء الإضافة من قولي يا قومي مالي، ونابت عنها الكسرة، كسرة الميم نابت عن الياء، عن الياء، عن ياء الإضافة.
وهكذا في كثير من الألفاظ هكذا يعني متشابهة، فياء الإضافة قد تحذف وتبقى الكسرة، قد تحذف وتبقى الكسرة، كما أن الواو قد يحذف وتبقى الضمة هكذا، بحال ليقولن أصلها يقولون، فحذف الواو وبقيت الضمة التي على اللام دالة على الواو. وهكذا كذلك فيما يخص إن تراني في قراءة في رواية ورش أن الياء حذفت وبقيت الكسرة نائبة عنها. يعني العلة الأولى التي من جلها حذف ورش هي أنها لم ترسم في المصحف، ثانية أنه اكتفى بالكسرة الواقعة على النون، اكتفى بها عن الياء، ولكن لا ذاك ولا هذا، الرواية هي التي تحكم على هذه الأمور كلها. بمعنى الرواية أي أن ورش قرأ على نافع بغير الياء، فلما قرأ قالون على نافع أقرأه بالياء. وهكذا قد يقرئ الشيخ التلميذ ويأتي التلميذ الآخر فيقرئه بغير ما أقرأ التلميذ الطالب الأول، وهذا لا ضير فيه، هذا فيه يعني لا ضير فيه، فالشيخ عنده يعني قراءات متعددة أو أوجه في القراءة متعددة، فيقرئ هذا ثم يقرئ الثاني بغير ما أقرأ الأول، ثم يقرئ الثالث بغير ما أقرأ الأول والثاني وهكذا. ولكن كلاهما مأخوذة عن شيخ واحد وهو نافع رحمه الله، وهكذا نافع قرأ على شيوخه هكذا بإثبات الياء بحذف الياء وهكذا، لأن القراءة هكذا، لأن نافع قرأ على التابعين، فهو قد أخذ مثلا عن شيخ من التابعين بغير الياء ثم أخذ عن الشيخ الآخر بالياء، وهي كلها قراءة أهل المدينة، لأن القراءات صارت تنسب إلى الأماكن، قراءة نافع قراءة المدينة وقراءة أبي عمرو البصري إلى البصرة، وهكذا الكوفة إلى حمزة والكسائي وعاصم، وهكذا الشام إلى ابن عامر، وهكذا قراءة أهل مكة إلى ابن كثير المكي، فكل قراءة نافع هي مدنية، يعني من قراءة أهل المدينة. كيف قراءة أهل المدينة؟ أي أن أهل المدينة انتشرت عندهم هذه القراءة، يعني أهل المدينة كانوا يقرؤون بهذه القراءة، ونسبت لنافع لأنه صار إماما فيها، صار إماما فيها، فهي ليست لنافع هذه القراءة، يعني كونها تنسب له يعني أنها منه أو من، لا، إنما القراءة هذه القراءة كانت منتشرة في المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة، الصحابة الذين كانوا في المدينة يعني قرأوا بهذا، وأقرأوا التابعين، ثم انتشرت في المدينة، فلما انتشرت في المدينة لابد أن يظهر فيها أئمة كبار فيها، علماء مقرئون فيها لابد، فكان في المدينة قراء لقراءة أهل المدينة، يعني منهم نافع، منهم يعني غيره، شيبة بن نصاح، أبو جعفر المدني، مسلم بن جندوب، عبد الرحمن الأعرج رحمه الله، وغيرهم من القراء في المدينة. ولكن انتسبت هذه قراءة أهل المدينة لواحد وهو نافع، ليس معنى أنه كان لا يعني لا يقرأ في المدينة، لا يقرأ بها إلاه، لا، إنما نسبت إليه نظر لإمامتي فيها وبروزه فيها، كما نسب مثلا نقول صحيح البخاري للبخاري،
يعني الصحيح، أو يقال له الصحيح، يعني الصحيح للبخاري، يعني الأحاديث ليست للبخاري، إنما هو لما جمعها وكان إماما فيها نسبت إليه وهكذا. فهذا هؤلاء السبعة الذين نسبت إليهم هذه القراءات هي ليست من عندهم، إنما لما صاروا أئمة يعني صارت القراءة تنتسب إليهم، وإلا فالقراءة أصلها ومنبعها هي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصلها، وقبل النبي هي من عند الله تبارك وتعالى. ولكن هكذا لا بأس أن تنسب هذه القراءة. فمثلا إذا لو كان عالما مثلا في مدينة ما من المدن وهو يعني يحفظ قراءة وله وبارز فيها، نقول له هذه قراءة فلان في مدينة كذا، قراءة فلان في مدينة كذا، فنسبت إليه هكذا نافع وهكذا. فقالوا يعني لما قرأ على نافع رحمه الله قرأ بزيادة الياء في قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وورش قرأ بحذف الياء: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه الياء الأولى التي زادها قارون دون ورش، والياء الثانية التي زادها أيضا قارون دون ورش هي في سورة الغافير في قوله تعالى: اتبعوني أهدكم، ويا قوم اتبعوني أهدكم. اتبعوني الياء مثل اتراني كذلك، لأن الأصل تابعة، الأصل فعل تابعة يتبعه، فلا نون فيه ولا ياء فيه. إذن فهذه الياء التي زادها قالون هي ياء الإضافة، ياء الإضافة. وورث حذفها كما ذكرنا في تراني العلة، أولا أنها لم تكتب في المصحف، الثاني أنه اكتفى بكسر التي على النون، اكتفى بها عن الياء. وقيدها الناظم لم يقيد إن تراني، ما ذكر الصورة ولا الكلمة التي بعدها ولا قبلها. لماذا؟ لأنها واحدة، ما عندها يعني ما عندها بأي شيء تلتبس به يقع فيه اللبس. تراني واحدة في القرآن، لم ف يعني لا داعي للناظم أن يقيدها. لكن اتبعوني وقع في القرآن فقيدها بأهديكم، وفي المؤمن اتبعوني أهديكم في المؤمن، فقال اتبعوني أهديكم في المؤمن، غير زيادة من الناظم. أي المؤمن يعني سورة غافير، لأن سورة غافير يقال لها سورة غافير، ويقال لها سورة المؤمن، ويقال لها سورة الطول. سورة غافير، سورة المؤمن، سورة الطول، لأن فيها المؤمن مؤمن آل فرعون، فيقال سورة مؤمن وسورة غافر لأن فيها غافر الذنب، ويقال سورة الطول لأن فيها قوله تعالى: ذي الطول، يعني في القرآن. فهذه الأسماء الثلاثة قد تسمى بها سورة غافر، لكن الناظم سماها بسورة المؤمن. ولكن ليس تقييدا هذا للكلمة، إنما التقييد للكلمة هو الأول: أهديكم، قيد التابعوني أهديكم، لتخرج قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه هي أيضا ياء المتكلم، لكنها ثابتة في المصحف، فلا خلاف بين ورش وقانون ولا غيرهما من القراء في إثبات هذه الياء. وكذلك اتبعوني وأطيعوا أمري في سورة طه، كذلك هذه لا خلاف فيها أن الياء ثابتة في الرسم وثابتة عند القراء وقفا ووصلا، إنما الخلاف الذي بين ورش وقانون في هذه التي في سورة غافر في قوله تعالى: ويا قوم اتبعوني أهدكم، تابعوني أهدكم، فقيدها الناظم يا قوم اتبعوني أهدكم، قيدها الناظم بأهديكم ليخرج غيرها في سورة آل عمران وفي سورة طه، كأن الناظم يقول لنا التي في سورة غافر لا تدخل في هذا الحكم، والتي في سورة طه أيضا لا تدخل في هذا الحكم، وإنما الكلام والحكم ينصب على التي في سورة غافر فقط، في سورة غافر فقط. وبنفس التقييد هذا أهديكم قيدها الإمام الشاطبي
قال وفي أهديكم حقه بلى، اتبعوني أهديكم حقه بلى، وفي اتبعوني أهديكم حقه بلى، قيد الإمام الشاطبي بأهديكم كذلك، وفي أهديكم حقه، وفي اتبعوني أهديكم حقه بلى، ذكر فيها الزوائد أيضا، وفي اتبعوني أهديكم حقه، حقه فيها ابن كثير وأبو عمرو، وبلى الباء رمز لقالون، فثلاثة زادوا هذه الياء التي في سورة غافر، ابن كثير وأبو عمرو البصري وقالون. لكن ابن كثير وأبو عمرو البصري لا يعني من الناظم في هذا الراجز، إنما يعني قراءة نافع فقط. الشاطبي في قراءة سبع جاءت بما وافق قالون على زيادة هذه الياء، وهم اثنان ابن كثير وأبو عمرو البصري. إذن هذا وقالون يعني انفرد عن ورش بزيادة هاتين الياءين فقط. ثم الناظم انتقل إلى القسم الثالث، لأن ذكرنا أن هذه الياءات ياء الزوائد فيما يخص قراءة نافع فقط هي على ثلاثة أقسام. قسم اتفق فيه ورش وقال وبدأ به الناظم في خمسة أبيات، أتى بالكلمات التي اتفق فيها ورش وقال على زيادة الياء فيها في خمسة أبيات وقد مضت، ثم ثنى بما زاده قالون دون ورش وهو في بيت واحد. ثم القسم الثالث وهو ما انفرد به ورش عن قالون، أي مثل معنى أن ورش زادها وقالون لم يزيدها، وقالون لم يزيدها، فهذا هو القسم الأخير من هذا الحكم، هذا حكم الياءات الزوائد. ما لم يذكره الناظم من ياءات الزوائد، إما أنهم يعني لم يزيدوها، يعني قالون ورش لم يزيدوها، هي محذوفة عندهم جميعا، لأن الاتفاق ما يذكره الناظم رحمه الله ولا غيره، إنما يذكر الاختلاف، أي الكلمات المختلف فيها، أما الكلمات المتفق عليها لا يذكرها لا هو ولا غيره من المصنفين، لأنها كثيرة، فلم يذكر يعني الناظم ما أجمع عليه يعني ورش وقالون، إنما ذكر ما اختلف فيه ورش وقالون، أو من فرض به قالون أو من فرض به ورش. ثم ذكر الناظم رحمه الله في القسم الثالث فقال زيد وورش الداعي ما عن دعاني وتسألني ما فخذ بياني. شرع الآن في هذا البيت هو أول يعني من فرض به ورش عن قالون، أي زادها ورش دون قالون، فقال وورش الداعي معا دعاني. وورش الداعي معا، داعي الداعي معا، أي زاد ورش الياء من لفظ الداعي الأولى في سورة البقرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه زادها ورش دون قالون، فقال قرأ بحذفها الداعي إذا دعان، فورش زاد هذه الياء ومد المد الطويل أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ورش حذف الياء واكتفى بالكسرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، داعي إذا دعان، اليمين الداعي هذا لام الكلمة، لام الكلمة ليس من ياء الإضافة، هذه لام الكلمة، لأن الفعل دعا يدعو، دعا يدعو، دعا يدعو الداعي، الداعي، إذن هذه الياء لام الكلمة، وحذفها أو إثباتها فيما يخص هذه الياء الزوائد هي سواء كانت لام الكلمة أو ياء المتكلم فهي محذوفة في جميع المصاحف، ولما كانت محذوفة في جميع المصاحف سواء كانت ياء المتكلم الزائدة أو كانت لام الكلمة أصلية، لام الكلمة يعني أصل في الكلمة، فهي محذوفة في المصاحف، لما كانت محذوفة في المصاحف اختلف فيها القراء، فبعضهم زادها وبعضهم حذفها، الذي زادها لأنها أصل في الكلمة
أو أنها ياء المتكلم، والذي حذفها اكتفى بما في المصحف، أي أن المصحف لا ياء فيه فقرأ بما في المصحف، قرأ بما في المصحف. ولكن اتباع المصحف يعني مأخوذ عن الشيوخ أيضا، عن الأئمة. قال وورش الداعي معا، معا هذه كلمة يطلقونها يعني القراء ويقصدون بها اثنين، معا يعني اثنين، معا في جميع الكلام تدل على اثنين، تدل على غير غلب عليها هذا العد، غلب عليها هذا العد معا، وإلا معا فبمعنى كلا، ولكن غلب عليها معا، غلب عليها يعني أن في حيثما وجدت كلمة معا تعني اثنين. إذن ورش زاد الياء من الداعي في موضعين، أو الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة القمر، سورة القمر. يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي، هذه الياء الأولى زادها ورش دون قالون، واتفق قالون ورش على زيادة الثانية، وقد ذكرنا فيما اتفق فيه ورش وقالون، لأن هنا الداعي كلمتين، الأولى يوم يدعو الداعي الياء زادها ورش دون قالون، يوم يدعو الداعي زيد، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجوا من الجات سراعا كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، نزادها ورش وقالوا الداعي. إذن فالأولى فرضها ورش عن زيادتها، والثانية اتفق فيها قالوا ورش، وقد ذكرنا فيما اتفق فيه ورش وقالوا في الياء السابقة، ولهذا قال وورش داعي معا دعاني، دعاني واحدة في سورة البقرة أيضا، وهي عند قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ورش زاد هذه الياء في الوصل، إذا وصل يزيدها، إذا وقف يحذفها، فإذا وصل في يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيزيدها في الوصل، يزيدها في الوصل. وأما قال فحذفها وصلا ووقفا، عنده الوصل والوقف سواء، يعني هذه الياءات الثلاثة التي انفرد بها ورش عن قالون. الياء الرابعة التي انفرد بها قالون ورش هي تسألني ما، وذلك موضع في سورة هود في قصة نوح مع ابنه عليه السلام، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ورش زاد هذه الياء، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقيدها الناظم بما، ما لتخرج فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذه خرجت لأن قيدها بالناظم بما، فلا وتسألني ما، وتسألني ما، فقيدها الناظم بكلمة ما لتخرج، ليخرج يعني غيرها من تسألني. هذه التي في سورة هود زادها ورسول دون قالون، فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال القرآن فلا تسألني ما ليس لك به علم، وعلتها كما سبق من العلل في 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 فيما شابهها من ياء الزوائد. على اي حال هذه زادها ورش وقالوا لم يزيدها، فاذا وقف حذفها جميعا فلا تسألن، لانها من ياء الزوائد، ومذهب نافع في الياءات الزوائد هو حذفها في الوقف، مذهب نافع في ياءات الزوائد هو حذفها في الوقف. قال وورش ندعي معا دعاني وتسألني ما فخذ بياني، هذا اكتمم به، أي خذ أيها الطالب بياني، أي بياني الذي بينته لك، فيه حث على العلم، حث على العلم، خذ فخذ بياني، خذ يعني ما أبينه لك أو ما بينته لك، فإني قد وضحته لك
فخذه أنت سهلا دون أن تتكلف فيه. يعني سهل لك العلم، فما عليك إلا أخذه، ما عليك إلا أخذ العلم الذي جمعه الناظم ورتبه. العلم يكون منتشرا ومتشتتا، فيأتي العالم الإمام فيجمع لك شتات العلم ثم يبين لك محله، يجمعه ثم يبين لك محله، يعني أين تقع هذه الكلمة وأين تقع الكلمة، وخذ بالك ورد بالك، لا هذه الكلمة لا حد تعم حكمها جميعا، لا را هذه غير هذه اللي خاصة في سورة هود مقيدة بما. فهذا يعني كل هذا خدمة للقرآن وخدمة للأمة، خدمة للقرآن وخدمة للأمة. ولهذا كان علمهم منتشرا وما زال بقين إلى أن تقوم الساعة، لأن الناظم رحمه الله قال نظمته محتسبا لله، اسمع الكلام، نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، يعني لا افتخار ولا مباهات. المباهات هي تجي عند العلماء وكتبقى تبين علمك تباهي به أو تماري به السفهاء، تبقى يعني تضارب مع السفهاء، يعني الناس لا علم لهم ولا عقل، تبقى تضارب معهم وتبقى تبين لهم هذا. فالناظم رحمه الله قال نظمته محتسبا لله، أي أحتسب الأجر في هذا النظم على الله لله تعالى، يعني لا أريد من أحد يعني شيئا، غير مفاخر، يعني قد لا تطلب من هذا العلم شيئا، ولكن يبقى فيك الاختي في افتخار، وهو مرض، يبقى فيك أن تفتخر بالعلم لكي تبين للناس أنك عالم، هذا افتخار، أو تفتخر به على العلماء، تفتخر به لتبين أنك أعلمهم، هذا افتخار، والافتخار حرام في غير العلم، وأما إذا كان في العلم فمصيبة أعظم. تفتخر على الناس سواء بالمال أو بالجاه أو بالسادة أو بالسلطة، هذا أمر مذموم ولا يحبه الشرع ولا يحبه الله، وصاحبه لا يحبه الله تعالى، وهو من المبغضين عند الله، ولكن في العلم أبغض والعياذ بالله في العلم. فالناظم رحمه الله يعني تبرأ من هذه الآفات الثلاث، من هذه الأمراض الثلاث، وهي أنه احتسب الأجر على الله، يعني لا يقصد بهذا النظم الأجر من أحد، كما قال الله تعالى عن الأنبياء قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. فالناظم اقتدى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، محتسبا لله غير مفاخر. ذكرنا أن الإنسان يمكن أن لا يطلب على هذا العلم أجر ولكنه يفتخر به، يعني ليس فيه طمع أن يأخذ عليه الدنيا وهذا، ولكنه فيه مرض الافتخار، فهو قد انفلت من العلة الأولى من المرض الأول، ولكنه دخل في المرض الثاني وهو الافتخار. ثم لو سلم من الافتخار يدخل في مرض الثالث وهو المباهات، المباهات أي يباهي بعلمه، هذا كله مذموم. فالناظم تبرأ من هذا، فلما كان نظمه هكذا يعني احتسب الأجر على الله، كان العلم علمه نافعا، فما يأتي من الأجيال ومن أصحاب الأزمنة إلا وينتفع بهذا العلم الذي أول الناظم كما ذكرت أنه جمع شتاته في أبيات، ثم بيّن لك محل الخلاف، محل الاتفاق، محل كذا وهكذا، لتأخذ أنت كما ذكر، فخذ بياني، أي خذ ما أبينه أو ما بينته لك، خذه.
ولهذا علماؤنا رحمة الله أتعبوا في هذا العلم، أتعبوا سهروا الليالي، سافروا إلى الصحاري، يعني تعبوا في السفر مع قلة الزاد مع طول السفر حتى أخذوا هذا العلم. فلما أخذوا هذا العلم وجمعوه أكبوا عليه فصاروا ينظمونه ويؤلفون فيه حتى تنتفع به الأمة. فكما قال أبو شامة عن الإمام الشاطبي: فسهل الصعب سهل الصعب، يعني الصعب في القراءات سهله الناظم، وذلل يعني صار متناولا سهلا لهذا. فجزاهم الله خيرا، يعني لا الشاطبي ولا ابن بري ولا الإمام الداني ولا غيرهم من الأئمة الذين خدموا هذا العلم وخدموا العلم وتركوه لنا سهلا متناولا، كل من يريده يناله بسهولة وطالبه يناله أيضا، وبدون يعني أن يجمع من أول أو يجمع الشتات أو يبين وهذا. فأنت تأخذ رجز بن بري تقرأه على شيوخ من الشيوخ فترى أن يعني قراءة نافع قد جمعتها وعرفت أماكن الخلاف وأماكن الاتفاق، ويعني هكذا كما في يعني في هذا النظم المبارك يعني السعيد الذي ألفه صاحبه رحمه الله. فهذا النظم كما سمعنا من شيوخنا قالوا هذا النظم مبارك، يعني فيه البركة، فكل من قرأه وحفظه ينال منه البركة ويجمع يعني قراءة نافع رحمه الله. وليس فيه القراءات فعلم القراءات فقط، لا، فيه علوم شتى، فيه علوم شتى من باب يعني اللغة، باب النحو، يعني الاستعارة، يعني الأمور كثيرة في هذا فيه الآداب، فيه صفة العالم يعني وكيف طلبه للعلم كما ذكرنا، في أمور كثيرة وكثيرة. حتى لو قرأه الإنسان واتبع ما فيه فيصير يعني يصير نحويا ذو بلاغة، أديبا زاهدا في الدنيا، مقرئا. وهذه الخصال هي المقصودة من طالب العلم وطالب القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.